السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين على السنة الهجرية الجديدة. واليوم بإذن واحد أحد هأتكلم معاكم عن كاسيني هويجنز ميشن. فاينالي. أولا، ما هو كاسيني هويجنز؟ هو مسبار من جزئين، واحد مسبار كاسيني والثاني هويجنز. كاسيني أهدافه أنه يروح لكوكب زحل ويروح على مدار الكوكب اللي هو زحل، وهويجنز الأهداف حقته أنه يهبط على سطح أكبر قمر لزحل اللي هو تايتن. خلنا نوريكم صورة وشو ذا كاسيني هويجنز، وش شكله، وشو كاسيني وشو هويجنز. في الصورة حطيت لكم لينك سويب اب of an interactive diagram حق كاسيني هويجنز. It's really cool. يعني تضغطون أجزاء ويقول لك وش ذا، تقدر تفتحه and stuff like that. It's super super cool. So if you إذا تبون تعرفون أكثر وتبون تعرفون التفاصيل وش الأجزاء حقته، روحوا هناك and play with it. It's super cool and super fun. الحين كاسيني هويجنز كان تعاون ما بين وكالة ناسا للفضاء والوكالة الأوروبية حقت الفضاء والوكالة الإيطالية حقت الفضاء. هم تعاونوا للهدف إنه يرسلون مسبار إلى زحل لاستكشاف زحل ولاستكشاف الحلقات حوالين زحل، وأيضا لاستكشاف الأقمار التي الطبيعية التي تدور حوله. لما نقول قمر مو قصدي بس قمر اللي يعني زي حقنا قمر، أي شيء يدور حوالين شو اسمه كوكب يسمى قمر، حتى لو كان قمر زي حقنا أو يكون مثلا حجرة تدور حوالينه and stuff like that. هذا اسمها أقمار طبيعية أو قمر أساسي زي حقنا. كل ما حأذكر مقاطع هحط لكم إياها كتابيا علشان اللي يبي يدرسها زيادة. الحين هحط لكم ما هي مهمة كاسيني واللي ذكرته قبل شوي بالشفوية. الحين أنا ذكرت كوكب زحل، سو خلينا شوي نتعرف على كوكب زحل. هو الكوكب السادس في منظومتنا الشمسية، يعني السادس كوكب من الشمس، وعنده 62 قمر مثبت مدارها، يعني إنه نعرف 100%. سو 62 قمر نعرف 100% إنه يدورون حوالين زحل. يعني هذا شيء كبير، حنا عندنا واحد قمر وهو عنده ما شاء الله 62 قمر. 53 من 62 ذولي عندهم أسماء، وبعدين طقت سبدهم شكلهم ما سموهم. و13 منهم أحجامها أكبر من 50 كيلو متر. سو مو كل أحجامهم كبيرة، بعضها حتى حجمه صغير جدا 1 كيلو متر، إلى أكبر واحد اللي هو تايتن مرة كبير، مقاسه تقريبا مقاس عطارد، كوكب عطارد. وكوكب زحل نفسه كم تعتقدون حجمه، يعني فوليوم، أكبر من الكرة الأرضية؟ أعطيكم 5 ثواني. 746 ضعف الكرة الأرضية، ومقاسه أوكي أكبر من الكرة الأرضية بكم؟ 95 مرة ضعف الكرة الأرضية. يعني جدا جدا كبير، أوكي ما هو سهل. أوكي أعطيتكم معلومات كثيرة، خلنا ألخصها بواحدة سلايد علشان تتراجعونها مصطفى. خلنا نرجع الحين نتكلم عن كاسيني هويجنز. لماذا سمي كاسيني ولماذا سمي هويجنز؟ يعني وش الدبرة؟ الحين مسبار كاسيني في أجزاء صنعت من قبل وكالة ناسا للفضاء وأيضا من وكالة الفضاء الإيطالية، وسمي كاسيني على العالم الفلك جيوفاني كاسيني. أوكي هذا الرجال اكتشف
تقسيم الحلقات حقت زحل، وأيضا اكتشف 4 من الأقمار الطبيعية التي تدور حوالين زحل. وهويغنز وش قصته؟ الحين الوكالة الأوروبية للفضاء هي التي صنعت هويغنز وسمته على العالم الفلك رياضيات وفيزياء اسمه كريستيان هويغنز. هذا أصله هولندي. وليش سموه كذا؟ لأنه وش أهداف هويغنز؟ أنه يوصل لأكبر قمر لزحل اللي هو تايتن. ومين اكتشف هذا القمر؟ هذا الرجل كريستيان هويغنز. فحركات اوكي. بعد ما صنعوا كاسيني وصنعوا هويغنز وحطوهم مع بعض and they integrated them and then they integrated them with the payload adapter وحطوه في البيلود. وشلون يروح للفضاء؟ طبعا يروح عن طريق صواريخ. متى اقلعوا؟ زي ما قلت لكم من اول، في اكتوبر 15 1997، واطلقوه عن طريق صاروخ اسمه تايتن 4B. Okay, and it has an optional upper stage called Centaur. طبعاً الصاروخ حنتكلم عنه بس مو الحين بالتفاصيل بعدين. بس حوريكم صورته لأنه it's super cool. وعلى فكرة, the Titan is no longer in use. They so when يحطون هويغنز وكاسيني وكل الأشياء اللي المفروض تسافر للفضاء يحطونها في رأس الصاروخ. شفتوا اللي كذا كأنه لونه أبيض؟ هذا ينفتح كذا ويطلع الـ upper stage ويروح وين المفروض يروح؟ عرفتوا يعني؟ because there's a also a, it's a spacecraft at the end. okay, so once it reaches the destination then you have staging happening. Depends on how you plan it out. تذكرون مرة أنا تكلمت عن orbital mechanics. so لما يطلع الصاروخ من الكرة الأرضية ما يقدر يروح على طول رايح على زحل. no, it has to do a series of orbital insertions in على اللي هي مدري orbital insertion والله مدري وش بالعربي أبد. المهم يعني الحين أوريكم صورة عشان أشرح. بس orbital insertions يروح من مدار الأرض لبرا بعدين يروح من مدار ثاني. في كل مرة تزودون السرعة عشان ينط من المدار حقه لمدار ثاني وبعدين بعد ما يكمل كذا يقدر يروح على المساحة الثانية. الحين أوريكم بسرعة عشان صراحة ما ينفهم بالكلام. أوكي سو أقلع كاسيني من الكرة الأرضية. سو كملوا مع اللون الأخضر هذا. بعدين مر من كوكب الزهرة. أوكي بعدين تمشون حوالين الخط الأحمر هذا. هنا يصير في مانوفر يعني يسوون حركة في الفضاء إنه يعني I don't know how to say this بالعربي صراحة بس إنه like يشغلون الانجن إنه يسرعونه علشان يكمل على هذا المدار ويقوم يمر مرة ثانية في كوكب الزهرة. لما يمر مرة ثانية في كوكب الزهرة you follow the blue line لأنه يكون عنده enough momentum to be able to pass. بعدين يمشي في الخط الأزرق ويمر في المشتري. بعدين من المشتري يروح على زحل. ففي الفضاء لازم نسوي هذه الحركات علشان نقدر نطلع من جاذبية الأرض من مدار الكرة الأرضية وعلشان نقدر نسافر بعيد. فما هي مثلا direct انه حسافر من لندن لمدروش بس اسافر طريق كذا لانه احنا قاعدين نتكلم على جاذبيات في كل الكواكب حتأثر على المركبة الفضائية اللي قاعدة تسافر في الفضاء. فما يعني it's not as simple انه والله خلنا نطير direct. you can't so you have to do. وبعدين في نفس الوقت تستخدمون الجاذبية حقة الكوكب تساعدكم to increase تستخدمون جاذبية الكوكب حتى تزود سرعة الدفع حقة المركبة الفضائية انها تستخدمها تعطيها قوة دفع انها تطلع من المدار اللي هي فيه. هذا شيء مهم في orbital mechanics قيد شرحته فاللي بيعرف زيادة يروح عند اليوتيوب قناة اليوتيوب
ويشوف الـ orbital mechanics stuff اللي كتبت اللي سويته. So المركبة الفضائية حقت كاسيني وهويجنز يجب أن تسوي هذه الحركات حقت المدارية علشان توصل إلى زحل. فمتى وصل زحل؟ وصل جولاي 1 2004، يعني كم سنة؟ يعني أخذ تقريبا 7 سنوات. طيب وهويجنز وش صار عليه؟ لأنه هويجنز من أهدافه أنه يوصل قمر تايتن وينزل عليه. وش صار؟ هو سافر مع كاسيني إلى كوكب زحل، ووصلوا الاثنين في لأنه مشبوكين في بعض. وصلوا في جولاي 1 2004، بس في ديسمبر 25 2004 انفصل هويجنز من كاسيني وراح إلى تايتن اللي هو أكبر قمر لزحل. أهم شيء إنه وصل يوم ميلادي جانيوري 14 بس 2005. وصل إلى تايتن ونزل عن طريق باراشوت إلى سطح قمر تايتن، ووصل بالسلامة على سطح تايتن، وأعطانا 90 دقيقة information رسلتها عن طريق كاسيني لنا للكرة الأرضية. مهمة كاسيني اكتملت في 2008، يعني 4 سنين من وصوله. يعني they collected كل الأشياء اللي يبونها، ولكن مددوا المهمة وسموها مهمة الإكوانوكس. وشو إكوانوكس؟ إكوانوكس اللي هو تساوي الليل والنهار. هذا يحدث عندما الكوكب أو الكرة الأرضية أو اللي هي خط الاستواء حقها يمر في مركز الشمس. أوكي؟ ف that's what the equinox is. فلما نسوي أول extension كان الهدف إنهم يسموها the mission equinox mission of Cassini، لأنه كان وقتها the equinox حق زحل. وتخيلوا في الكرة الأرضية إحنا يجينا تساوي الليل والنهار مرتين في السنة، في زحل تدرون كم مرة؟ كل 15 سنة بالنسبة للأرض. أوكي؟ يعني معنات كذا إنه زحل ياخذ تقريبا 30 سنة علشان يدور دورة واحدة حوالين الشمس. ومتى صار تساوي الليل والنهار عند زحل؟ في أغسطس 2009. سو أول إمداد كان 4 سنين لين 2010، ثاني إمداد 6.5 سنة. هذا الإمداد صار من 2010 إلى سبتمبر 15 2017. سموا هذه المهمة مهمة كاسيني لانقلاب الشمسي، أوكي، اللي هي سولستس. وش يعني سولستس؟ سولستس هي لما الشمس توصل أقصى حد شمال أو أقصى حد جنوب بالنسبة للكوكب. يعني إيش؟ يعني لما يصير هذا الشيء يكون عندكم أطول يوم في السمر اللي هو الصيف أو أقصر يوم في الشتاء. وزي الأكوناكس حق زحل يحدث كل 15 سنة، وفي الكرة الأرضية يحدث مرتين في السنة. في النهاية كاسيني مضى أكثر من 19 سنة في الفضاء، منها 13 سنة يدور حوالين زحل. هذا شيء عظيم لأنه أعطانا فرصة ندرس فيها زحل، وندرس أيضا تساوي الليل والنهار، وأيضا نكون نشوف التقلب الشمس في الصيف. It's really really هذه أشياء مهمة جدا، لأنه نشوف أشياء ما عمرنا شفناها في حياتنا. عشان تعرفون قديش مهم كاسيني وهويجنز، كاسيني رابع مسبار يروح إلى زحل، ولكن أول واحد يروح على مدار زحل. وهويجنز أول لاندر أو شيء يهبط على قمر ليس قمر الكرة الأرضية. أوكي؟ فهذا شيء مرة كبير،
واند وسواها ونجح فيها. وبعض الإنجازات التي أنجزتها كاسيني وهويغنز ما حأذكرها شفويا، ولكن حنحط لكم إياها عشان تقرونها لأنه ما شاء الله كثيرة. أوكي، لم وش صار في سبتمبر 15 2017؟ صارت نهاية كاسيني، شيء محزن جدا، ولكن مفروض أن يحدث لأنه خلاص لا يستطيع. وش صار في 2017؟ صار هناك التقاء ما بين كاسيني وأكبر قمر لزحل اللي هو تايتن. لما صار هذا الالتقاء غير من مدار كاسيني وخلاه يعني يهبط مرة كثير، إلى درجة أنه وصل بس 3000 كيلومتر فوق الغلاف الجوي حق زحل. لما صار هذا وش صار لكاسيني؟ سبب انه كاسيني يهبط لنهايته. النهاية وش ذي؟ نهاية حريقة، لانه ينزل بسرعة وفي الغلاف الجوي فيحترق. عشان كذا it's called the grand finale of Cassini. It is very powerful. والان ححط لكم فيديو اللي قلت لكم خلاني اموت صياح. في اثنين فيديوين، اول فيديو يعطيكم خلفية من البداية للنهاية، وثاني فيديو ححط لكم اياه يوريكم الصور اللي أخذها قبل ما يلتقي بموته. Okay, so to me it was super 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 emotional. Because imagine you're seeing live images of this Cassini as it's dying. It's insane. It's beautiful. آخر نقطة أعطيكم إياها، كم تكلفة هذه كاسيني ميشن؟ 3.26 بليون دولار. هذا على حسب 2000 سنة 2000، يعني ما في inflation. وأيضا هذا من غير الإكستنشنز. أوكي، هحط لكم سلايد اللي تعطيكم إياها بالتفاصيل وش هي التكلفة. وأنا حوقف هنا اليوم. أتمنى أنكم استفدتوا مني اليوم، وأتمنى من اللي طلبت مني أن يتكلم عن كاسيني تكون سعيدة جدا في التغطية. على فكرة، بمناسبة أني قاعد أتكلم على كاسيني وفلاي بايز ومدري وشو، وسايرس ريكس هو مسبار رايح على كويكب بنو، أوكي، حيمر من الكرة الأرضية يوم 23 سبتمبر، يعني بعد بكرة. Okay, so just keep it in your mind.